مثل ما تلاحظون الآن اللمبة والعة، معناته في كهرباء الآن فيها، لو أمسكها على طول تلسعني كهرباء، فيها لسعة كهربائية. مثل ما ملاحظ الآن انتهت الحمد لله، اللي هي مشكلة اللسعة الكهربائية. سوينا لها تأريض في أرضية المطبخ. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. عندنا اليوم مشكلة، طبعا هذه مشكلة للبيوت اللي ما فيها تأريض، ما فيها سلك تأريض، وتوجد لسعة كهربائية في الأجهزة الكهربائية. مثل ما تلاحظون الآن اللمبة والعة، معناته في كهرباء الآن فيها، لو أمسكها على طول تلسعني كهرباء، فيها لسعة كهربائية. فكيف نفرغ الشحنة الكهربائية الآن؟ لأن أنا البيت الموجود فيه الآن ما في سلك تأريض. تابعونا كيف نسوي الطريقة بأسهل ما يمكن بالأدوات المتوفرة حولنا. نجيب مسمار الآن يكون طويل، هذا تقريبا طوله 10 سنتي، ثم بعدين نبدأ بغرسه في أرضية المطبخ، يعني كامل المسمار هذا حتى يصل للرمل الموجود أسفل بلاط المطبخ، حتى يتم تفريغ الشحنة في هذا الرمل. تابعونا الآن الطريقة بالتفصيل. نجي الآن، هذا خلاص ثبتناه في الأرض، غرسناه في الأرض، مسمار طويل 10 سنتي. نبدأ الآن نربط طرف السلك فيه. بعدين نثبته إلى النهاية حتى أن الغسالة تأخذ راحتها بالتحرك. الآن فين نثبت السلك؟ نشوف المكان اللي تولع معاي اللمبة فيه. شوف هنا ما ولعت اللمبة، هنا ولعت، لكن هنا في صعوبة بتثبيته. لكن نشوف المسمار، هنا المسمار كذلك ولعت معاي اللمبة. خلاص أفك المسمار وأركب السلك هذا في المسمار. تابعونا الآن. نشوف الآن هل راحت في الكهرباء التسريبة كهربائي ولا ما راح. نشوف طبعا الآن شغالة معاي اللي هو الغسالة. نشوف الآن مثل ما ملاحظ الآن انتهت الحمد لله، اللي هي مشكلة اللسعة الكهربائية. سوينا لها تأريض في أرضية المطبخ، كله فقط مسمار تم يعني غرسه في أرضية المطبخ، وصار تفريغ الشحنات عن طريقه. هذا ما حبيت أفيدكم، فإن أصبت فمن الله وحده، وإن أخطأت فمن نفسي والشيطان. ولا تنسونا من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.